نور، ولد الهدى بمثل هذا اليوم لينبثق من ميلاده شعاع الرحمة والود بين البشر، ليكون السياج الذي يحمي الضعفاء ويبث الرحمة والتسامح. قيام استطاع ضيفنا أنه يلامس بعذوبة حنجرته عظمة معانيها ضمن إنشاده بمدح الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. رح نرحب اليوم بضيفنا المنشد الأستاذ حسان المؤنس. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم، صباحكم سوري معطر بالياسمين الدمشقي، وكل عام وأنتم بألف خير. خلينا بالبداية بنقول لك أول شيء كل عام وأنت بألف خير. خلينا نحكي عن الإنشاد الديني والابتهالات الدينية اللي لها وقع خاص في قلوب الأمة الإسلامية اليوم، وخصوصا بمولد النبوي الشريف. الإنشاد الديني هو حالة روحية، حالة صوفية منستشعر فيها الحالة الوجدانية. نحن الخشوع، حالة الخشوع، الدعاء لله عز وجل، التضرع لله عز وجل، مع النغم المرافق لهذا الدعاء يلي فيه جلال ووقار. الإنشاد الديني هو مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمان أيضا بيتكلم عن مكارم الأخلاق، بيحكي عن الحالة إنسانية، حتى عن الحالة هو يحمل كلام وطني أيضا، إنشاد للوطن هو إنشاد أيضا، إنشاد ديني يعتبر. نعم، يعني نحن عم نسمع مع حضرتك التقرير عن طبعا تاريخ الإنشاد، كنا عم نستذكر بعض الأناشيد اللي هي عايشة بذاكرتنا. نعم. واللي رسمت طبعا جمالية الإنشاد الديني بأذهاننا عبر سنوات طويلة. ممكن نستذكر معك أنشودة شو بتحب؟ رح نقول شيء مناسب لها الذكرى. بالله غارد يا حمام، بمولد البدر التمام، بالله غارد يا حمام، بمولد البدر تمام، نور الربيع لقد بدا، نور الربيع لقد بدا، فمحى عن الكون الظلام، الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا، الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا، والكفر ألا مدبرا لما أتى هادي الأنام، ميلاد طه نعمة وظهور أحمد منة، ميلاد طه نعمة وظهور أحمد منة، هو رحمة وهداية من عند مولانا السلام، بالله غارد يا حمام، بمولد البدر التمام. تسلم إن شاء الله. خلينا نحكي عن الابتهال والإنشاد الديني، يمكن في سوريا له خصوصية عن باقي البلاد العربية. تماما، الإنشاد الديني عنا بسوريا له خاصية معينة، كونه نشأ من مجالس الذكر الصوفية. نحن بسوريا متصوفين، بيقول لك التصوف الرجل الصوفي هو رجل صاف الله فصوفي، فمجالس الذكر هي بتغذينا بهذا التصوف. فلما بيطلع المنشد
بدي أقول مديح أو ابتهال هو ناشئ من هذه المجالس، فبيقول من قلبه، عم يقول هو عايش حالة معينة من قلبه. لما بينشد من قلبه فبتصل لقلبك. فينا نقول عنه هاد الطرب. شو هو الطرب؟ هو حنين الروح للملأ الأعلى. يعني اليوم كلمة مطرب هون مكانها، مو أي حدا مسك المايك مثلا وغنى أو أدى نقول عنه مطرب. الطرب هون، هذا هو الطرب الأصلي. فالإنشاد الديني بسوريا أو المنشد السوري لما بينشد بيقول من قلبه فيصل إلى القلب، وتتميز سوريا بالإنشاد بهي الخاصية عن باقي الدول الأخرى لأنه نشأ من مجالس الذكر مثل ما حكينا. نعم، يعني دائما نحن عم نحكي عن الإنشاد بيذكرنا كتير، بنسمع من العبارات مثل إنشاد، ابتهال، مديح. خلينا نحكي شوي يمكن الفرق بين الإنشاد والابتهال والمديح. الابتهال هو دعاء أو مناجات لله عز وجل بيرافقه لحن جلال ووقار، ممكن يكون موال أو ممكن يكون لحن موزون لكن لحن مصدر يتناسب مع الدعاء. بالنسبة للمديح، المديح هو ثناء ومديح وذكر خصال الرسول صلى الله عليه وسلم وامتداحه بشكل عام. يعني خلينا نحن طماعين شوي، خلينا نسمع منك كمان أنشودة أخرى كمان من المديح. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عالصبي. قال لي النبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان وليد، صلى عشان ركعتين وفي كل عين دمعت شهيد، دمع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه وفرقته حنيته، صف الملائكة بين ايديه من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وفي كل ليلة بيلعبوا. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. أنا حبيت أقول هاي النشيدة لأنه كتير لاحظت أنه الأطفال والشباب بيحبوها، فحبيت أني أقولها فيها حالة إنسانية. أكيد، يعني بالكلمات اللي كانت بالأنشودة بتخاطب يمكن قيم إنسانية. نعم. طبعا قيم نشرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي القيم ما زال كل منشد اليوم إن كان بسوريا أو بالوطن العربي عم بيحاول يحمل هاي القيم. نعم. بروحه ويناشد فيها الناس لحتى توصل. تمام. من خلال هذا اللحن الموزون الجميل. قديش اليوم في مسؤولية عليكم لما بتأنشد وانت عم تحمل وتجسد قيم أعظم طبعا. تماما. رجل خلقته البشرية. تماما تماما. أولا نحن كتير موضوع الكلمات نحاول ننتقيها بعناية، نختار المواضيع المناسبة. طبعا وزارة الأوقاف مشكورة لأنه هي بهذا الموضوع بالذات كتير محافظة على هذا الموضوع، أنه أنت كمنشد الفحص أنت بدك تعرف شو عم تقول، الكلام اللي عم تقوله شو هو، كيف تختار شاعر، كيف تختار ملحن ولحن يتناسب مع الكلمة، مو أنه نختار كلمة مثلا
نحط لحن لا يتناسب مع هذه الكلمة، صحيح، بدون يكونوا متجانسين تماما. نعم. إضافة للأداء الصحيح لحتى نقدر نوصل الرسالة والحالة اللي بدنا نعيشها ونحن عم نأدي حتى توصل من القلب إلى القلب. نعم. بالختام خلينا نسمع منك أنشودة أخيرة، نغني طلع البدر علينا. طلع البدر علينا تكرم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت العوالم، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صوتك وشكرا كثير لك انك شاركتنا بهذا اليوم طبعا اللي عم نحتفل فيه بذكرى المولد النبوي الشريف، بهي الطاقه لكم والحاله الروحانيه الجميله اللي بثيتها اليوم عبر صباح ندى. تسلم ان شاء الله. شكرا لكم، وبدي اوجه لكم تحيه، وبدي اوجه تحيه لكل السوريين الطيبين الشرفاء يلي بايدهم رح ترجع تتعمر سوريا وترجع خضراء. بدي وجه تحية لجيشنا العربي السوري، بدي وجه تحية لكم ولإدارة الإخبارية السورية اللي نحن وكل العاملين بالإخبار السوري نحن عم نتابعكم كل يوم لمصداقيتكم العالية، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا كثير لك، وينعاد عليك مرة ثانية. شكرا كثير. تسلم إن شاء الله.